نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق 19 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وممثلو الجهة الراعية للسباق، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام ممثلو بنك البحرين الوطني يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبنك السيد جسي بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الثالث إلى محمد سامي هاشم، ثم تم تقديم كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز جيمز نيلر، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز هادي إبراهيم العفو، ثم تسلم سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط السادس، فيما تم تقديم كأس الشوط السابع إلى عبد الله فوزي ناس. هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.